السلام عليكم ورحمة الله الزرفلاوي. الاتهامات الخطيرة اللي وجهتها رئاسة الجمهورية الجزائرية للمغرب، اتهمتها بقتل 3 جزائريين، إلى حد الآن القصر الملكي ما ردش عليها. الناس تسأل لماذا القصر الملكي ما يردش على اتهامات خطيرة وجهت له من طرف البلد الجار، وخاصة العلاقات متوترة جدا بين البلدين. لما ننظر بموضوعية للقضية، قلوا أن الجزائر لم توجه مباشرة الاتهام للمغرب، يعني تبون ما بعثش برسالة الملك المغرب يقول له راي القوات المسلحة تاع بلادك قتلت 3 مواطنين جزائريين في المكان الفلاني في يوم الفلاني، وبالتالي نطلب منك تفسيرات أو نطلب منك يعني موقف، أما تعاقب الجيش ديالك أما كذا. المهم تكون مراسلة مباشرة لملك المغرب لوضعه أمام مسؤولياته. هذا تم الأمور. نذكر باللي في سنة 76 بعد قضية أمقالة الثانية، وين فرقة من الجيش الجزائري باتايون تاع ليبارا نزل ليلا على باتايون مغربي ودار مجزرة، قتل اللي قتل وجاب أكثر من 200 سجين، وكان هذا رد على أمقالة الأولى. الملك الحسن الثاني راسل بومدين رسالة رسمية وقال له أعلن لي الحرب، ها واش حدث، إذا يعني كان أعلنها لي رسميا. ذكرنا رسالة بالفرنسية قريتها ذاك الوقت، يقول له يعني فوم ديكلاري لا غير رويالمون. توجه لبومدين يقول له ولا الجيش ديالك راهو صدم على فرقة من جتاعي، ها واش دار بهذه الطريقة تكون. وطبعا الجزائر لما الجيش المغربي هاجم كتيبة من الجيش الجزائري داخل الأراضي الصحراوية، اقتل واش قتل وحبس فوق 100 عسكري، واحد 105 هذاك من جنود الجيش الوطني الشعبي، بومدين ما بحثش يشكي، ورئاسة الجمهورية ما أصدرتش بيان تبكي. لا، الجزائر ما تبكيش يا ناس، الجزائر ماهيش رخيصة، الجزائر ماهيش رخيصة، الجزائر تكون في مستوى زعمائها. إذا هذا رخيص تاع تبون يبكي ويمرد قدام شيخ زاوية ويتمسك قدام عسكر، سي نورمال يخلي الجزائر تبكي على الساحة الدولية قدام الدول، تبكي وتندب وتشكي وحتى بالكذب. المفروض ما يتكلمش، كان عنده حلين، اما ان يلجأ الى مجلس الامن لجمعية الامم المتحدة ويطلب تحقيق دولي في القضية. هذا الناس دير، هذه دولة، ولكن قولي واش بقى من الدولة الجزائرية؟ ما بقى والو. والحل الثاني اللي كان عنده الرد، عنده سمعنا 15 يوم يرد، ماشي هذا القناع الجايز يقول لن تمر بدنيا مع عقوبة، لا هذه هضرة تاع جايز. هذه إذا خدنا ناكي كانت الله يرحمها هي كاش ما ندير زبلة تقول لي ها هذه ما تفوتلكش باطل. هكذا يدير العجائز، كاع يديروها، شكون اللي بدا ثاني جد ناناه ولا يماه ولا كاع يديروها. إذا عودة للسؤال، لماذا القصر الملكي ما يردش على
تيام الجزائر، وانا ماشي نتكلم باسم القصر الملكي، عندهم هما اكيد عندهم مبرراتهم، ولكن انا تحليلي الشخصي لما واحد ما يتهمكش مباشره، ما يتجهلكش بتهمه مباشره، يتكلم وحده، خليه يتكلم وحده، ربي سهل عليه. اما يجيني واحد يقول لي انت درت ويتهمني، ذاك الوقت نرد. اما لما ما تهمنيش تهدر واحد تقولها واش كاين، تجيب كلام تاع جايز، حنا نشوفوا باللي يقدر القصر الملكي يعتبر ذلك ابتزاز، استفزاز، كيما محسن ما قبل ما يقول قتلوا جمال بن اسماعيل، المغرب واسرائيل والمارك من طرف الدنيا جاو حتى لربع النثيرة قتلوا جمال بن اسماعيل، يعني سي ترو كرو. ومن بعد يعمل لي تحقيق زعما فيلم كوف بوي، يقول لك سقوط خطوط الوهم وكذا، ومدخل فيها المغرب وصفحة على فيسبوك دخلت في الحساب، وجايبين واحد عامل تاح مع الساس في السفارة الألمانية، السفارة الجزائر في ألمانيا، وواحد كان كونديدات على راندي في الانتخابات، جايبين هادو توحهم، وواحد خوه كان في المخابرات، خوه الآخر في الشرطة، وجايبينهم قال هادو ما تاع الماك وهادو، وما قالوش ما باب اللي رانا جاتنا اوامر من المغرب عطاونا درهم، ما جابلناش حتى ابسط يعني دليل باللي المغرب راهو مونهم ولا تورط، ما كان والو. وبالتالي ما نظنش لا كاينه دوله تحترم نفسها تجي ترد على دي فوايو فريمون، يعني هادو دي فوايو يتكلموا في الفراعون دي وكذا. اذا موقف وعدم رد القصر الملكي في الرباط، في رأيي الشخصي، تحليلي الشخصي، وما عندهم أسباب وعندهم مبررات، ربي سهل عليهم، ما عندي ما دخلني فيهم، ولكن أنا للناس بيقولوا لي كيفاش تفسر صمت المغرب، الصمت يعني طرف من جهة رسمية، هذا تحليلي انك ما تقدرش ترد على واحد ما تهمكش شخصيا ديريكتومون، ما قالكش يا فلان راك درت، خرج كلام اخر، والكلام هذا كلام فارغ، لانه لو صح عندك ادله باللي المغرب قتل لك ثلاث جزائريين وسكت، راك رخيص، وهذه على كل حال اكيد انه مرخاص اللي يهمو في الجزائر، لانه الراجل ما يقبلش ياخذ ضربه ويسكت ويخرج يبكي في الشارع، الراجل ما ياخذ ضربه ويخرج يبكي في الشارع، الراجل يرد، تربينا اذا ناخذ ضربه ردوا 10، اذا ناخذ ضربه ردوا 10، هكذا انا تربيت هكذا، هكذا الرجله تعلمناها في باب الوالد، والى في البواكي ولا وين حبيت، تعلمنا الرجله ما تبكيش كي ضربوك، ترد تخلف الدار، تخلف الدار. هادو لا، هادو تاع بكا، هادو تاع بكا، وهذا يخليني نميل الكثير من الاخوان اللي يردوا اللي كتبوا لي، يقول لك تلمو كثروا من الكذب، عاد واحد ما عاد يقدر يصدقهم، وما يقدروش نصدقوهم، ما يقدروش نصدقوهم، لانه اللي معروف على الشرشابون رخيص الجمهورية هذا يكذب أكثر من يتنفس، يكذب أكثر من يتنفس، وعيب، عيب واحد يكون على رأس دولة، يقول لي بقات دولة ما بقاتش دولة، يقول على رأس بلد اسمها الجزائر، تبقى جزائر عظيمة اسمها، ويجي واحد حاشا من يسمع، حاشا من يسمع، واحد نذل رخيص، رخيص، لو نجب التاريخ تاع العائلة ديالو الناس تندهش، لو نجب التاريخ تاع العائلة ديالو في بوسمغون الناس تندهش، نجبدو يوم، يوم ونجبدو تاريخ بوسمغون، نعم. قلنا كيفاش هربت العائلة تاعهم من بوسمغون، وعلاش هربت،
نعم نتكلموا عليها ان شاء الله. ما تجي طيح بالجزائر وتروح تبدا عندك تهمه ضد المغرب وتجهله ديريكت وقل له اعلن لي الحرب لان اعلن عليك الحرب ولا روح اعلن لي الحرب ولا ماكش حاب تروح الحرب كما يدعي البعض. عندك مجلس الامن ماشي مداير وطلب تحقيق دولي، اطلب تحقيق دولي، هذا هو اللي. ربي يقدر الخير بلادنا وربي بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.